الإعلان عن تحالف سياسي يضم 108 من الأحزاب والحركات المسلحة المناهضة لقوى الحرية والتغيير، يكون أكبر تحالف سياسي تشهده البلاد منذ الاستقلال. السلطات تخلي وسط الخرطوم وتداهم عددا من الشقق والفنادق، والمؤتمر الشعبي يقول إن موكب 30 من يونيو بمثابة إعلان لسحب الثقة من الحكومة الانتقالية. تمديد إغلاق مطار الخرطوم للمرة الرابعة على التوالي، والسفارة السودانية في القاهرة تؤكد استمرار رحلات تفويج العالقين. نشرة الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. كشفت مصادر إعلامية أنه سيتم خلال 24 ساعة الإعلان عن تحالف سياسي يضم 108 من الأحزاب والحركات المسلحة المناهضة لقوى الحرية والتغيير. وقالت المصادر إن التحالف سيكون أكبر تحالف سياسي تشهده البلاد منذ الاستقلال. أضافت المصادر أن التحالف المزمع الإعلان عنه قد فرغ من وضع ميثاقه وتحديد رئيسه وأمينه العام بعد نقاشات مطولة خلال الفترة الماضية. بدأت قوات أمنية وعسكرية منذ فجر اليوم الأحد تنفيذ حملة إخلاء وسط العاصمة السودانية الخرطوم للمواطنين وإجبارهم على مغادرة الشوارع. وذكرت مصادر صحفية أن القوات الأمنية نفذت حملة مداهمات لعدد من الفنادق والشقق في وسط الخرطوم وأخلت ساكنيها، بالإضافة إلى تمركز قوات أمنية في أعلى مبنى بنك الساحل والصحراء وعدد من المواقع وسط الخرطوم. وأكدت المصادر على انتشار كثيف لسيارات وآليات القوات المسلحة والشرطة المجهزة لقذف الغاز المسيل للدموع بجانب التجديد في العبور على الكباري والمعابر المؤدية من أم درمان إلى الخرطوم، وإغلاق جسر المنشية من ناحية شرق النيل المؤدي إلى الخرطوم. دعا المؤتمر الشعبي الأحزاب والقوى السياسية السودانية للتفاكر حول مآلات الأوضاع تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا والخروج بمشروع وطني مجمع عليه يجنب البلاد الكيد وتصفية الحسابات والانزلاق نحو الهاوية. وقال الحزب في بيان الله إن الدعوة لموكب 30 من يونيو هو بمثابة إعلان من الشباب بسحب الثقة من الحكومة الحالية. وأوضح المؤتمر أن مظاهر الخروج على الحكومة الحالية ما زالت موجودة وتتجلى في صفوف الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية والكهرباء، وأشار إلى فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة واستخدام مؤسسات السلطة في إسكات الأصوات المعارضة وإظهار التشفي والانتقام. أعلنت سلطة الطيران المدني عن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران حتى 12 من يوليو القادم. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم إن تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الأحد موعد انتهاء فترة الإغلاق الحالية، ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 من يونيو القادم، مشيرا إلى أن القرار استثنى كلا من رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان. أكدت السفارة السودانية بالقاهرة على تواصل رحلات الطيران لتفويج العالقين من القاهرة إلى الخرطوم حسب الجدول المعد مسبقا من سلطة الطيران المدني. جاء ذلك من خلال البيان التوضيحي الذي أصدرته السفارة اليوم حول مسارات رحلات العودة للعالقين عقب إعلان سلطة الطيران المدني تمديد إغلاق المطار حتى 12 من يوليو القادم. وأكد البيان على تواصل رحلات الطيران لاستكمال تفويج عودة العالقين من القاهرة إلى الخرطوم على حسب جداول سلطة الطيران المدني السودانية المعدة مسبقا. كما أشار البيان إلى الرحلات البرية عبر معبر أرجين ستبدأ من يوم الأربعاء الأول من يوليو لعام 2020. احتج عدد من العالقين السودانيين في لبنان أمام مقر السفارة السودانية ببيروت مطالبين بتسهيل عودتهم للبلاد ومنددين بإهمال السفارة لمطالبهم. لا حدا حيتحرك من هون.
والحديد يقول لكم يجيبوا الرسجال يقول لكم يمين وشمال، لا كلام زي ده ما لازم مشكلتها في الحل. السفارة عم تتمرمط يا شيخ عزيز، ما عم تلاقي مشغولة والله العظيم جد. السفارة نحن قالوا سجلوا 2733 بس قالوا ما بنأكد لكم موضوع الطيران، ما بنأكد لكم الغرام. مسجلين لنا شنو؟ ما بعرف نحن ما جايين اليوم نجيب علينا. طيب هو بعرف نحن هلا جايين هون ما في كلام زي ده، يا بتتحسن مطالبنا كلها يا بنزح من هون. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجانب 13 حالة وفاة، وذلك حسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة والذي يغطي الإصابات حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يونيو لعام 2020. وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 9257 والوفيات إلى 572، فيما بلغت حالات التعافي نحو 4014 حالة. هذا ويستمر قلق الشارع السوداني من سوء الوضع الصحي في البلاد وسط شبه انهيار كلي للمنظومة الصحية في البلاد، رغم المساعدات التي تقدمها عدد من الجهات بشكل مستمر من أجل مكافحة الفيروس المستجد. لقي أحد المرضى بمركز العزل الرئيسي بعطبرة مصرعه واثنين من مرافقيه بحادث مروري على طريق التحدي، وقالت مصادر صحفية إن عربة إسعاف تقل إحدى الحالات المحولة من مركز العزل A بعطبرة لتلقي المزيد من الرعاية الطبية بالخرطوم، واثنين من مرافقيه اصطدمت بشاحنة في الطريق المعاكس بمنطقة الزيداب، مما أدى لوفاة المريض واثنين من مرافقيه وإصابة أحد الكوادر الطبية التي كانت ترافقه في الإسعاف. أعلن عمال النظافة في محلية شرق النيل إضرابهم عن العمل لعدم صرف مرتباتهم. جاء ذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها العمال، حيث طالبوا خلالها أيضا بزيادة المرتبات وشمولهم بالتأمين الصحي، وأن يتم هيكلتهم باعتبارهم يعملون تحت بند العقودات المحلية. وأغلق المحتجون خلال الوقفة طريق الحاج يوسف الرئيس مطالبين بمقابلة المدير التنفيذي الذي اعتذر بسبب إغلاق الكباري. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تراكم الطمي والطحالب على محطة تنقية المياه بالخرطوم، وأثار المقطع موجة من الانتقادات نتيجة إهمال المحطة من قبل الجهات المسؤولة. ده بينكر، تتخيلوا دار نظافة ذو شغلوا ما فيه مليان طحالب، شايفينه؟ ده في الجهة البياي مليان طحالب، زول شغال بيهو ما في بيان طحالب عادي، شايفين ده تحجر قبله فين بس تخيل يا جماعة خطين. شكى تجار المواشي بأسواق محلية أم درمان من ركود في عملية البيع مع الارتفاع الكبير في سعر الخراف، وأوضح التجار أن أسعار الخراف تتراوح ما بين 15,000 إلى 20,000 جنيه، مرجعا أسباب الارتفاع لقلة الطلب على الشراء من قبل المواطنين بجانب الصرف الضخم على المواشي من ترحيل داخلي ورعاية. كما توقع التجار تضاعف الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بنسبة 200% بسبب عدم تصدير المواشي الذي يؤثر أو تأثر بجائحة كورونا. هذا ويخشى المواطنون من عدم إمكانية توفير الأضحية هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي وزيادة الأسعار. نهاية نشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الإعلان عن تحالف سياسي يضم 108 من الأحزاب والحركات المسلحة المناهضة لقوى الحرية والتغيير ليكون أكبر تحالف سياسي تشهده البلاد منذ الاستقلال.
السلطات تخلي وسط الخرطوم وتداهم عددا من الشقق والفنادق، والمؤتمر الشعبي يقول إن موكب 30 من يونيو بمثابة إعلان لسحب الثقة من الحكومة الانتقالية. تمديد إغلاق مطار الخرطوم للمرة الرابعة على التوالي، والسفارة السودانية في القاهرة تؤكد استمرار رحلات تفويج العالقين. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات، وإلى اللقاء.